الفاجئة هذه منطقة باب السلطان سقوط واحد منزل بكامله. تبعها شفتها بين الان منطقة باب السلطان تتعرف في هذه اللحظات هذو سقوط ديال واحد المبنى بكامله، احد اسقاط باب السلطان المعروف زنقة الباشير. بقى نشوف دابا التدخل ديال الايجار الوقايه المدنيه باش يتمكنوا من انهم يجبدوا الناس اللي تحت الحنقات في هذا المكان هذا. المبنى اللي طاح في هذا المكان هذا شوف شوف وي 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 حيدي العيالات تما الله يرحمك لا غطي على الدار غادي يطيح على شي واحد. ما تجيش انت هنا. انا تنقول لكم لا غطي على شي واحد حيدو. اذا تفتحوا شوفوا متابعينا شو تبعي في هذه اللحظات. إجاد الوقاية المدنية تجدوا الناس من تحت الأنقاض.
حمزه عوينا ما كاين شي حاجه. إذا متتبعي قناة شوف تيفي تشوفوا معنا الآن التواجد ديال رجال الوقاية المدنية اللي تيحاولوا يعتقوا مشاهدينا الكرام كما تشوفوا تشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تيفي، هذا هو المنزل. ولكن هي كيكون تحت الناس تشوفوا معنا هذا هو المنزل اللي طاح وسات لينا فيه تقريبا هذه جوج ديال الليل الناس راهو ناعسين وطاح بهم هذا المنزل هذا في منطقة دير الصلبة. رجع شويه اللور، رجع شويه اللور، هذا الدار شي غطيح، رجع شويه اللور. إذا كيف تسمعوا من المتتبعي قناة شوف تيفي أن رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن تحاولوا يبعدوا الناس اللي في هذا المكان هذا، لأن من المشكوك أن حتى هذا المنزل هذا غيقدر هذا النصف ديال المنزل غيقدر يطيح. هذا هو المنزل اللي طاح في هذا الزنق. انا غنضرب معاك لا ما لا 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 واحد لا 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 فيه فيه لا شتي هاد الشرج من البولا، الشرج من العليان الكوبيل كاين واحد تما، راه واحد تما الشرج من الكريك. لا راجل هذا ما تشوف معنا مستبقين ان احد الساكنة اللي مازالين داخل هذا المنزل هذا.
نصها طايح من هي الدار. تشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في في هذه الاثناء رجال الوقايه المدنيه تحاولوا يتمكنوا من الفتح ديال واحد النافذه لانقاذ بعض الاشخاص اللي هما تحت. عبقى تما هاي عيط على التليفون غادي يجاوب لك. والله ما عندي. دخل اخويا دخل. نعم هذا منزل اللي مسكون بالناس واللي طاح والناس ناعسين كاينين ناس تحت الانقاذ اللي في هذه اللحظات رجال الوقايه المدنيه تحاولوا انهم ينقذوا ما يمكن بانقاذه. يا بقيت لطف متابعي قناة شوف تي في وما يكونوش عدد الضحايا في هذا السقوط ديال هذا المنزل هذا. إذن تنشوف معنا متابعي قناة شوف تي في إيجاد الوقاية المدنية اللي مجندين جميع الوسائل هنا لإنقاذ الناس اللي تحت الأنقاض في هذا المنزل هذا.
زاويه مزيانه.